على صعيد آخر، ترى أساس يا دكتور مطران خريستوفوروس عطى الله خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس ماركا بمناسبة تعيين قدس الأب سوفرونيوس حنة راعياً لكنيسة القديس نيقولاوس ماركا خلفاً للأب أيوب عويس الذي خدم بتفان وإخلاص. وقال سيادته في عادة القداس إن قرار تعيين الأب سوفرونيوس راعياً لهذه الكنيسة جاء نظراً لما يتحلى به من حب للخدمة والعمل الدؤوب والمواظبة والاجتهاد في حقل الرب، وشارك في الخدمة عدد من الآباء والشمامسة وجمع من المؤمنين. هو أحد خيرة الكهنة الشباب الموجودين في الكنيسة اللي هو قدس الأب الجليل سوفرونيوس. أبونا سوفرونيوس أبنائي من هاي اللحظة بنعمة الروح القدس وببركة صاحب الغبطة هو رح يكون راعيكم، رح يكون خادم هاي الكنيسة المقدسة. وهون بطلب من القديس نيقولاوس إنه هو يحطه تحت كنفه زي ما أنتوا كمان القديس نيقولاوس يحطكم تحت كنفه، وبشفاعته هذا القديس العظيم إنه يعطيكم أبنائي الخلاص والحياة الأبدية وتكونوا أبناء حقيقيين للمسيح. أبونا سوفرونيوس أنا بعرفه رح يخدمكم بكل إخلاص بمحبة بتفاني. أنا بعرفه هذا الإنسان ما بيعرف إنه يرتاح، بس فقط بيعرف كيف بده يتعب أكتر وكيف بده يخدم أكتر وكيف بده يحب أكتر وكيف بده يساعد أكتر. وأنا بعرف كمان أنتو محبتكم، وعشان هيك أنتو بالأخص رعايا ماركا والتاج والهاشمي إلكم محبة خاصة في قلبي، وأنتو اللي بتعرفوني من زمان مين منكم بيعرفني من زمان بيعرف قديش محبتي لهاي الرعايا في العاصمة عمان. ما تفكروا إني كنت نسيكم، ولكن كنت بحضر كهنة أكفاء حتى يقدروا يخدموكم لأنكم بتستحقوا كل محبة وكل خدمة جليلة. أنتوا أبناء هاي المنطقة اللي موجودين في العاصمة عمان.